عشان كذي قاعده اقول لك انا حابه قرقع. لا لا سيناريوها براسي قرقعان قرقعان صدقي. ريم عاد انت غير عندك قرنقعو قرنقعو قرقعو. هذه هذه خطا شائع قرقعو قطر. قاعد تطلعون اشاعات على البحرين. يلا خلينا نفند هذه الاشاعه. لا قرنقعو قطر راح القرقعو. اي لا هذا هو احنا عندنا شنو عيون؟ احلى القرقعون قرقعون. اي قرقعون هم يبين لنا كله تقرقع. شلون نفس الاجواء عندنا بالكويت كذي اللويا؟ لا والله ما ونس شوية. احنا للحين ما مو وايد ابديتد يعني للحين يطلعون الفريج ويسوون احتفالات للحين يعني على الاول ما شاء الله. شوف البحرين ترى عندهم عادات اهل الفريج للحين ما زالت موجوده. موجودة برمضان وبالعيد. احنا لليوم ما قاطعك الا بالخير. جيراننا نقصتهم بشكل يومي في بيتنا ونقصتنا بشكل يومي. يعني لازم نجرب غداهم ويجربون غدانا هذا يوميا. ابو غدا ما حاشهم داء السوشيال ميديا. لا اتكلم طول السنه. ما زال مرضين في العادات والتقاليد. هذا أجواء رمضان دائما هذه واحدة.